حميد فقره في صف مين، بعرض عليك صورتين بينهم خلاف، انت تقول لي انت في صف مين فيه أوكي. وليه. يلا بينا. أوكي. يلا بينا. عمرو دياب وشيرين. انا بحب شيرين جدا جدا جدا. يعني في صف شيرين؟ لا، بس في صف عمرو دياب. ليه؟ صديق عمر وتاريخ، واللي اتقال كان يمثلنا كلنا جيل كامل يعني. وانا كلمت شيرين قلت لها شيرين يعني، وضحت لها يعني. اللي بعده؟ اتفضلي. اللي بعده حسن شاكوش والفنان هاني شاكر. انا ما اعرفش يعني، منحهم خلاص من بينهم؟ اه. انا قلت لك من اساسا انا ضد المنع. يعني في صف مين؟ لا ما اقدرش اقول صف مين هنا عشان دي هتعمل لي مشاكل كتيره قوي. لازم تقول طبعا على صف اللي اتمنع اكيد. نعم. يعني في صف حسن شاكوش. نعم، ما يتمنعش، يتوجه، ممكن يتوجه. او ننافس، ننافس، نعمل اغنيه ننافس. اللي بعده. اتفضل. اللي بعده الاستاذ حلمي بكر ومغنيين الراب والمهرجان. لا انا شايف الاستاذ حلمي بكر اكبر من كده بكتير الصراحه. حقيقي ايقون. ايقون. طيب انت في صف مين؟ ده ملوش علاقه، قيمته معروفه كلنا معترفين بيه. انا ما اعرفش ايه المشكله، ده ملوش علاقه، احنا يعني مش بنقيم. ايه المشكله بس اعرف المشكله؟ هو بيهاجمهم وفي معركه ما بينهم. ما انا قلت لك ان هو ضدهم. انا شايف ان الاستاذ حلمي بكر اكبر من كده بكتير. ايوه دي اجابتي. عايزين تودونا في داهيه ولا ايه؟ يعني انت شايف ان هو لازم يتوقف عن انتقاده؟ لا هو اي يعني اي يعني ما يخشش في معارك معاه يعني، عشان هو اكبر من كده. بالظبط ده حقيقي.